مرحبا بكم متابعين الأوفياء. حديثنا اليوم كيف أتجنب حدوث الحمل خارج الرحم. يحدث في بعض الأحيان أن يتم الحمل في المكان الخطأ، أي خارج الرحم، وغالبا ما يكون ذلك في قناة فالوب. ونظرا لكون قناة فالوب غير مهيئة لاحتضان الجنين ولا يمكنها أن تتمدد كالرحم، فإن حدوث الحمل فيها سيؤدي إلى إصابة الأم بنزيف داخلي خطير وصولا إلى الوفاة. لذلك إذا أصبت بالعدوى أو التهابات مهبلية فمن الضروري أن تحصلي على العلاج على الفور، فكلما أسرعت في العلاج قل احتمال خطر الإصابة بالحمل خارج الرحم. كذلك إخبار الطبيب بحالات الحمل خارج الرحم السابقة، والذي سيساعده على اكتشاف أي حمل خارج الرحم يحدث معك في المستقبل. ولا ننسى أن التدخين قد يزيد من خطر حدوثه، لذلك يجب الإقلاع عن التدخين قبل محاولة الحمل، وذلك لتقليل المخاطر. فكلما زاد تدخينك زاد خطر تعرضك للحمل خارج الرحم. ولا شك أن متابعة الحمل خطوة بخطوة هي من الإجراءات الضرورية للوقاية من مضاعفات الحمل خارج الرحم، وبشكل خاص إذا كانت المرأة قد تعرضت لهذه المشكلة من قبل، لأن التشخيص المبكر يمكنه أن ينقذ حياة المرأة وخصوبتها، في حين أنه لا يوجد ما يمكنك فعله لمنع حدوث الحمل خارج الرحم مرة أخرى، لكن يمكنك منعه في المستقبل. فإذا كنت قد تعرضت للحمل خارج الرحم في الماضي، فعليك مراجعة الطبيب لإجراء فحوصات الدم والموجات فوق الصوتية بمجرد اعتقادك أنك حامل مرة أخرى، ويمكن أن يساعد ذلك على تأكيد ما إذا كان حملك طبيعيا في وقت مبكر. إذ تتمتع معظم النساء اللاتي يعانين من الحمل خارج الرحم بحمل طبيعي، لذلك لا تفقدي الأمل.